تعلن قناة الرافدين عن إقامة دورة تدريبية لتطوير المذيعين والمحررين من العراقيين المقيمين في تركيا بمقر القناة في إسطنبول بواقع 15 ساعة تدريبية خلال الفترة من الأول من أيلول عام 2019 ولغاية السابع من أيلول عام 2019 بهدف رفض المؤسسات الإعلامية في تركيا بالخبرات والطاقات الشابة الكفوءة. شروط القبول في الدورة: أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، لديه خبرة سابقة في العمل التلفزيوني لا تقل عن 5 سنوات، أن يكون عمر المتقدم بين 24 و34 سنة. متطلبات الالتحاق بالدورة: إرسال سيرة ذاتية باللغة العربية على إيميل القناة في موعد أقصاه 15 من آب عام 2019 يذكر فيها المتقدم درجة التحصيل العلمي واسم الجامعة التي تخرج منها المتقدم وأسماء المؤسسات الإعلامية التي عمل بها. كتابة مقالة عن الأهداف المرجوة من المشاركة بالدورة على ألا تزيد المقالة عن صفحة A4 ويكون حجم الخط 18 وترفق مع السيرة الذاتية. ملاحظات: الدورة التدريبية مجانية ولا يتحمل المتقدم دفع أي رسوم. ستتواصل القناة مع من يتم اختيارهم من بين المتقدمين وسيتم القبول للالتحاق في الدورة وفقاً لمعايير تعتمد على الشهادة العلمية والخبرة العملية فضلاً عن شغف المتقدم. تمنح قناة الرافدين شهادة تدريبية لكل متدرب بعد تحقيقه الشروط والأحكام الخاصة.